لا يخفى عليكم أن هذا النادي يعاني من صعوبات، خاصة الصعوبات المالية، وبالتالي كذلك أن جل اللاعبين ومعظمهم لم يتلقوا أجورهم أكثر من 10 شهور. الخزينة المالية للنادي فارغة جدا، والله ما عندنا ولا سنتيم. إذن فكذلك نحن إذا كان غير مرغوب فينا سنقدم استقالة بكل افتخار. النادي صراحة وصل لواحد المرحلة وين أنه في كل مرة كان يطالب، كان يحط نداءات، كان يشوف يطالب المسؤولين المنتخبين المحليين بولاية سعيدة أنهم يشوفوا في هذا النادي، لأنه تقريبا نقول الاستجابة ما كانتش استجابة اللي صح 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 في المستوى تاع نادي بولاية سعيدة. إدارة وصلت لواحد المرحلة وين أنها ما قدرتش توفر متطلبات تاع النادي على هذه، حطت الاستقالة، والاستقالة تقريبا كانت بموافقة جميع أعضاء الفريق، لأنه شافوا بأنه النداءات تاعهم كان تقريبا تصدر الحائط بدون إجابة. الرسالة اللي نوجهها للسلطات تاعنا هي أنه يشوفوا النادي هذا بنظرة تقريبا اللي تليق بالنادي ويعطوا حق النادي، لأنه يطالب في حق من حقوقه. يعني الحالة اللي لحق لها الفريق هذا الموسم حالة استثنائية، بالك الأولى في الإسطوار، وعلى حسب ما نشوفوا الفريق راه رايح في هوية، خاطرش ما كان حتى حركة ولا لفتة من السلطات، ولا ما كانش اللي شاف في الفريق هذا. يعني هذا الفريق هو عميد الأندية.